اوه اخويا سالم، انت منش وقت تخابرني؟ لو بالغلط خابرتني اخويا، مشتاقين. محتاجينك بشغل اخيري، الساحر اللي شاله ويانا بالكازينو مختفي من البارحة. العفو اخويا ما فهمتك، شنو يعني من كان يسوي عرض اختفى؟ يعني هاي طريقة جديدة بالسحر؟ لا مو هيك يا اخويا، الاثول طلع ماخذ فلوس قبل العرض وبعدين اختفى وانهزم. ولك 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 حقير، ايش قد لوتي هذا؟ كان ضام اهم عرض للنهاية. ابني بطاقات عرض هالليلة كلها انباعت قبل اسابيع، بس ماكو ساحر. انت قبل هواية مشتغل ويانا، ليش ما تقدم اليوم؟ اعتذر اخويا سالم، انا نسيت ايام السحر، انا خلاص تزوجت ودا اشتغل تاكسي والحمد لله دا اطلع رزقي، الحمد لله ربك ساترها. خير الرزق ايش؟ ابني احنا كل يوم نوكلك لحم، نوكلك كيك، المهم قولي بالنهار تشتغل تاكسي وبالليل تشتغل ساحر. والله اعتذر اخويا سالم، انا ما اقدر اشتغل هالقد، واني اصلا قلت لك متزوج جديد، وحتى اني ومرتي ما طلعنا الشهر عسل ولا تونسنا. هسه اذا اقول لها اريد اشتغل بالليل والله لح تطلقني. خيري بالليل الوحده اعطيك 500,000. ابني 500,000 اخويا سالم، اني اصلا فكرت هسه واشتاقيت للسحر، واريد اروي الناس موهبتي، واريد اراويهم شغل الشونه. اخويا علقوا اسمي وحطوا الاضويه واني هسه جاي. مع السلامه اخويا العزيز، مع السلامه استاذي. صباح الخير اخوان. اوه هاي شنو عمي؟ شنو هاي؟ اخوان واني جاي بالطريق، مريت على السوق اشتريت لكم هدايا لكم كليتكم. عم نوري اشتريت لك هاي الورده الحلوه. الله لك هاي حلوه؟ لك شنو هاي؟ شنو؟ شنو انت ساحر؟ خيري؟ حلو هذا الورد والله. دشيله حطه هناك على صفحه يلا. هاك. هاي شو سواها الملعون؟ شنو هذا ها؟ شنو؟ اقبالكم واقف الساحر خيري اخوان. مو مدح باسمي لكن انا ساحر مشهور وشاطر بعالم السحر والخيال. ما دام مشهور وشاطر لعد سوي لنا كم حركه خلي نشوفك. بلوش ميسر حبيبي، عارف ما تريد اسوي لك سحر مديدك على جيبك. عالم الخيال هم طلع بفلوس، الزم هاي 20 لك. اكس بوكس. اوه يا ابو انشقت شيس والله. ولي فلوس؟ ماكو فلوس. وليد تعالي جاي شوي حبيبي. ولي فلوس؟ طلعت برقبة وليد. اه اخويا خيري بلا زحمه، شوف وردني بلكي هم ماكو فلوس، لان اريد ادفع حق الرصيد. باع الحلق باع. لك عمي انت شنو هاي؟ وين جنيت هاي؟ مين تعلمت الحركات هاي؟ عم انت ما تعرفان اشتغلت سنوات طويله بكازينوات ليليه كنت اطلع رزقي. اي دائما كل شغله تقفيص ونصب، هذا شنو؟ ما لقيت غير شغله محامي حاكم او مهندس او بيطري فتشي يعني؟ ها هاش دتلوس حج نعمان يا معود، شلون تريد خيري يشتغل هاي الاشغال المهمه اللي حسبتهم؟ حاكم محامي مهندس ما اعرف شنو، هذا كل شغله نصب لا اكثر ولا اقل. اخوان عندي خبر حلو لكم، انا رجعت لعالم السحر واليوم راح أبلش أول يوم شغل بالكازينو وكلكم معزومين. هاي بس كان ناقصنا هاي أصير ساحر وصرت مهرج همين. يعطوني 500,000 بابا نعمان بالليلة. ب500,000 ما دام عندك هالموهبة وتقول إكس بيكس وتسوي سحر، يلا شوف طلع تريليون من هالشيس هذا وشارك بمصرف العائلة، يلا خلا شوف. يلا شوفنا بابا. انت عبالك هذا اللي دا يصير حقيقة؟ كل عقلك؟ مو هيش؟ لا طبعا بابا، هذا كل التحركات وخيال وهاي خفة يد. انا من ضميت الفلوس حطيتها هنا وطلعتها منا بابا. انت على كلامك السحرة مال العالم كلهم يصيرون ازقى الناس بالعالم بابا، ويصير عندهم هواية فلوس. هنا محل الذهب. مين راح نفوت نكسر الحائط؟ لو نفوت منك مو على المحل، راح نفوت على السجن لان اكو جهاز انذار. لا عاد شلون نفوت جوا؟ يم المحل اكو كازينو، كازينو سفاري منك انطو. شنو راح نبوق الكازينو؟ ليش ما نبوق محل الذهب؟ لا تخربط لك، ما نفوت على الكازينو حتى نبوقه. ايه بعد نروح نسهر اخويا. ابني خله خلص حكي، مخزن الكازينو ومحل الذهب مشترك، راح نكسر الحائط اللي بالنص ونفوت على المحل. زين ماكو جهاز انذار؟ لا
بس اكو كاميرا بمحل الذهب، بس نفوت لازم نسدها. كلش حلو نسده، بس شلون نفوت المخزن مال الكازينو؟ لا تخافون، انا شيكت المخزن بباب خلفي، ما يستخدمه فارغ يعني، ما حد راح يعرف. وقت راح نبلش؟ بالليل.